أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.
وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن أشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
الظالم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم